Ho andato a fare video, cosa vuoi? No, calma la voce. Voce di Montala. Montala. Voce. Montala. البيت وشارك حياته وبيقدر يبتعلي هذا تحديدا إذا بتعلي واحد تاني تالت رابع بس أهم شيء هذا ما يبتعلي الله لا يوفق على هالشكل هيروح يسمعني قاعد عم تلعب لعبة القراصنة إذا بتعرفوها هاي لعبة القراصنة هي حلوة هي القراصنة لعبة القراصنة والله حلوة بس هي بها لازم تصير بها اثنين وتتعب يلا ترسلها لازم تصير يوتيوب ويصير الدنيا ليل اصدقائي مثل ما شايفين هلا انا رح بلش ضب الخيمة هاي في كتير فهلا رح والله العظيم ليك اه يا وصلنا هاي ثاني كله وقف طلع سامعين صوته اتمنى تكونوا سامعين صوته شوفوا مكان كله مقابر حوالي طلع والله العظيم شوفوا وقفت بنص الطريق شوفوا اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ها شو قلت انا احنا جدنا تحت وما نخوف شو خفت ما بديت بسم الله الرحمن الرحيم شو تعيني أعوذ بالله من يجعلها وطفو شوف بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله غير تغرب عليها أعوذ بالله هو يتغرب عليها وتتحول على وجهي وحياة المصحف يا شباب واقفة من نص الطريق أعوذ بالله السميع أنت بس تجي سيارة تدعفني بس تتحول هذا خوف والله العظيم لونه اسود وعيونه عم بتقول سلام يا بابا طبي انا ظليت اخوف انا ليكو شلون واقف بنص الطريق طلعوا امي تتحلل الدقات خليكم شوف شوف ترى اكو يوم هاي القطعه مالتهم رح كبر لكم اياها بس مسودي بحاول اني كبرها رافعه ايدين فالمكان اعوذ بالله ما ببشر بالخير ابدا من الشيطان خليني احاول اطلع أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم فرح أحاول أطلع من هذا المكان معروف كيف عليك طلعوا تحتي كله مقابر شوفوا كله قبور ليكو طلعوا هذا كله قبور تحتي أقسم بالله العظيم يا شباب أقسم بجلالة الله إني ماني جايبة للبسة وما بعرف عنها شيء أبداً والله العظيم لما حاولت اني غمق لجوات المقبرة ويكون الدنيا عتمة يعني لبين ما تصير الدنيا عتمة فلقيتها بوشي فانا رح احاول اطلع من هون احط الكاميرا هون اصدقائي انا حاليا لهلأ داخل المقبرة لكن صرت على الطرف الجنب يعني على الجنب والله العظيم برجع بقلكم ثالث مرة انه البسة هاي لا بعرفها ولا بعرف عنها شيء مستحيل اني اقدر اتحكم فيها هي عبارة عن قطة سلام اصدقائي كيفكم رجعت لكم اليوم بمقطع جديد معكم انصاري كيفكم يا المغامرين الاساطير اليوم موضوعنا احنا عم فتح اللعبة رح ننبهكم على شغلة ومع انه اغلبكم بالفيديو تبع امبارح كلكم كتبتوا لي انه يا انصارات البيت خبيتها على جنب واليوم جبتها معي لهذا المكان هون على كورنيش البحر ورح افتحها هون بسم الله رح افتحها اول شيء رح احط قران لانه هي والعلم عند الله انا عم حاول نمسها امبارح قبل ما احطها على جنب يعني فاصدقائي مثل ما شايفين هلا ربطتها انا ليك وطلعوا كيف شوفوا كيف ربطتها يعني الطياره رح تطير بهالشكل هذا هيك تمام وتاخذ الموبايل معها تقيل والله رح فرجيكم حمس انا الا تليفون ودي بس عمي ما رد ولا شيء ما رد ولا شيء بس طير الشباك لانه الطياره رح تسافر مسافه بعيده تقريبا حتى توصل لبيت الساحره وان شاء الله انه الساحره تكون موجوده بالبيت وتطلع تاخذها بكل احترام وبكل وما تاخذ الفكره انه انا عم بتمسخر عليها او شيء لانه اذا سحرتني بتقضي علي هي الساحره فيلا اصدقائي خلينا نتابع مع بعض هلا اصدقائي اول شيء رح نعمله رح نطالع الطائره مثل ما شايفين انا الصراحه اول مره بعمل هي التجربه انه طير الطياره من داخل بيتي وطالعها لعند الساحره يعني شيء ما بعرف كثير غريب ومجنون الصراحه فبنشيل هي اول شيء شايفين هذا غطى حمايه للكاميرا هيك حط الطائره هون هلا على الكمبيوتر وناخذ
الجهاز بنفتحه بنركب الموبايل مثل ما شايفين هيك، نفتح هاي قاعدة الطائرة هيك بتفتحوها. انا عم علمكم في حال حدا اشترى مثل هاي الطائرة بتحطوها هيك، بس تركبوها هيك اصدقائي، بتكمشوا الموبايل بتحطوه بالقاعدة بهالشكل هاد ماشي، وبتكمسوه هيك. هلا اول شغلة شو حاول نربطها بالحبل وبعدها بنشغلها. يلا اصدقائي هلا هيك تقريبا صارت شيء جاهز. بسم الله الرحمن الرحيم. الكتلة يطلع عني الموبايل ما له طالع مثل ما هو هيك. هاي هي الحبلة مثل ما شايفين اصدقائي، مثل ما شايفين هلا ربطتها انا ليك، وتطلعوا كيف شوفوا كيف ربطتها، يعني الطيارة رح تطير بهالشكل هاد هيك تمام، وتاخذ الموبايل معها. ايه تقيل والله تقيل يا، بخاف انه توقع الطيارة. فرح نجرب هلا اصدقائي مع بعض ونقول يا رب ونشوف اذا الطيارة رح تطير ولا لا. هلا اصدقائي بلشنا بالفكرة المجنونة، رح طير الطيارة من داخل بيتي وطالعة. اول شيء رح افتح الشباك ونقول يا رب. يلا اول شغلة رح نعملها اصدقائي نشغل الجهاز، كبسة كبستين مثل ما علمتكم، اشتغل الجهاز. يلا الطيارة نشغلها. بسم الله يا والله تقيل تقيل الموبايل اصدقائي، يمكن ما توصل. واحدة اثنتين يا عيني. يلا نسيت الوردة، لازم الوردة ابعت لي اياها كمان. ليك الوردة رح احطها بقلب الكيف. وهلا كل شيء صار جاهز اصدقائي، رح نقول بسم الله ونطيرها. انا كثير متوتر الصراحة. يا دقيقة شوي، والله فكرة مجنونة، فكرة مجنونة ما حدا سواها اصدقائي. يلا 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 نقول بسم الله، انا كثير بحب الشغلات هيك المجنونة وما حدا سواها. فاصدقائي صار كل شيء جاهز، وهلا رح شغل الطيارة. يلا واحد اثنين بسم الله. والله اشتغلت اصدقائي، خايف تضرب فيني بس الطائرة. استنوا خليني اجرب. ما نجحت الخطة وخبطة الطيارة ما قدرت تشيلها، رح نجرب مرة ثانية. الطائرة اصدقائي اكلت خبطة معانا، مثل ما شايفين الطائرة وقعت خبطت ما قدرت انه ترفع هذا الشيء. فانا شو رح اعمل، رح شيل الوردة تمام، رح شيل الوردة هيك وحاول مرة ثانية ونقول بسم الله. يلا شو صار، ما صار شيء. اشوف الوزن، والله مع انه الوزن عادي مو تقيل كتير، يعني مو كتير، بس ما بعرف، رح ارجع اجرب مرة ثانية. رح نجرب مرة ثانية اصدقائي ونقول بسم الله. يلا كمان اكلت خبطه ثانيه وما مشي الحال. فاصدقائي انا اجتني فكره انه ليش ما افتح كرتونه الموبايل وشيل الشاحن منه وشيل بعض الاشياء وخلي بس التليفون. بس الفكره هي مو منيحه يا الله، بخاف انه تفكره مستعمل او شيء. فانا حاب انه هي تفتحه بايدها وتعطيني رده فعلها على التليفون. فرح افكر وارجع لكم اصدقائي شو بدي اعمل، رح افكر فكره مجنونه. فاصدقائي اجتني فكره نار 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 وكثير قويه. هي الطائره فيها ثلاث مودات يعني ثلاث طرق للتصوير. في عندك طريقه سينمائيه بتمشي على البطيء، وفي عندك طريقة عادية يعني العادية، وفي عندك طريقة الثالثة اللي هي الأخطر السبور، بتعطيك كل طاقة الطيارة. والله أنا ما كنت حاطة سبور ليكا، كنت حاطة عادية، هلا حطيتها سبور. سبور يعني المحركات رح تشتغل بأقوى طاقة لإلها وتقدر تشيل الموبايل وتاخده. وإن شاء الله رح نجرب التجربة الأخيرة، وبتمنى إنه تطير الطيارة ويوصل. يلا أصدقائي رح نجرب بسم الله. فيلا أصدقائي اشتغلت الطيارة ويا رب إنه يمشي الحال، نقول بسم الله. أصدقائي أنا عرفت شو العطل. العطل أصدقائي إنه الطائرة في إلها حساسات هون، شايفين هدول الحساسات الاثنين، هدول واحد اثنين. فأي شيء بيكون تحت الطائرة هي ما بترتفع، فلهذا السبب طلعت الطيارة بتشيل الموبايل وقادرة إنه تروح وتسافر وتوصل لعند الساحرة، لكن الحساسات اللي موجودين هون ما عم يخلوها للطيارة إنه تطير. رح نجرب نروح لبيت الساحرة بدون ما علق هذا الشيء تحت اللي هو الموبايل، ونجرب إنه فعلا بيكون في اختلاف ولا لا. يلا أصدقائي خلينا نجرب التجربة المجنونة. هلا الطائرة أصدقائي مو معلق فيها شيء أبدا، فمثل ما شايفين هي طارت وصارت جاهزة. فرح طالعها من البيت. شايفين اصدقائي طلعت الطائرة، هلا رح اتجه لمكان بيت الساحرة ونشوف شو رح يصير. يلا اصدقائي يا والله فكرة مجنونة وحياة الله.
بيت الساحرة قريب علي أصدقائي، فرح حاول إني سافر هلأ، وبس وصل لهنيك رح فرجيكم شو صار. يلا هذا البيت شايفينه أصدقائي، هذا هو بيت الساحرة. فأنا شو رح أعمل ما بعرف الصراحة، احترت يعني الموبايل ما معلق فيها، فأنا شو رح ساوي؟ اتصل عليها تليفون. البطارية 30% تبع الطائرة، فأصدقائي رح رجع الطائرة للمكان لهون، وبعدها اتصل عليها للساحرة وإلا هيك 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 صار معي، بدي اجي اعطيك الهديه لشوف شو رح يكون ردة فعلي. يلا اصدقائي، فمثل ما شايفين اصدقائي والله طلعت جبت الطائره من برا، خفت انه انا عم فوتها بالشباك تضرب بالازاز وتنكسر، فنزلتها بنص الشارع وطلعت لبرا جبتها ومتصل وشوف شو رح يكون ردة فعل الساحره. يلا اصدقائي، اصدقائي وحبايب قلبي، هي الحيل كلها اللي انا سويتها ما نفع معي ولا وحده الصراحه، كثير خاطرت وعملت فكره مجنونه، لكن اليوم رح اخذكم هلا معي بهذا الفيديو لعند الساحره. اول شيء هي الهديه مثل ما شايفين رح احطها بقلب الشنطه، ما لها اخذ معي طياره الدرون ولا شيء، بس ما هي أول شيء شوف إذا هي موجودة بالبيت، بعد نروح نعطيها الهدية ونشوف شو ردة فعلها. يلا أصدقائي، بس وين موبايلي؟ عليكم، هذا موبايلي أصدقائي، فرح أقول بسم الله نجرب. الو يا ساحرتي كيف حالك؟ يلا كثير كثير صراحه ارتحت لها، مسكينه حسيت انه هيك هي مسكينه ما بعرف آدميه، فخلينا نشوف. يلا من نصيبها هي الهدية بتستاهل. عميرين الو السلام. الو مرحبا، كيفك؟ تذكرتيني؟ مين؟ انصاري. ايه الله يعطيك العافية. هلا حضرتك موجودة بالبيت، في شغلة كتير 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 ضرورية كتير يعني. انت بالبيت؟ طب الصراحة انا رح اقول لك اياها، انا اشتريت لك هدية وقلت خليني اروح اجيب لك اياها لعندك على البيت. انا الصراحه كنت عم بعمل فكره مجنونه اول شيء اني اعلقها بطياره الدرون، بس لا تضحكي علي يعني على القصه، كنت معلقها بدي اعلقها بطياره الدرون واخذها لفوق باب بيتك واقول لك روحي خذيها هيك انه بتتقبليها انت فورا يعني انه ما بتخجلي او شيء، فما قدرت اني اعلقها بطياره الدرون، قلت رح اجي هلا واعطيك اياها للهديه. هي هديه لك. الله يسلمك. فبالبيت انت اجي لعندك. شلون يعني؟ طب ما انا صرت جايب لك اياها الهديه، كيف ما بتاخذيها؟ يعني اشتريت لك اياها. طلب؟ تفضلي. ايه ما في مشكله. يلا بس يا شباب، وصلنا لنهاية الفيديو، شوفكم بعد سنة.